التجديد انا الحمد، استعد بس قول لي، قول لي جديد الحمد ده والله استعد السيارة شوية بيها خلل. زيرو زيرو عم، السيارة زيرو يا يا خلل، زيرو ار زيرو. عمي هاي انكسرت الجامعة ذاك اليوم، ما ادري واحد تلحمها؟ اخذوها. انا ابو ايش كامل قال تسوي؟ لي، قال لي عامل مضبوط، ما قال لي هماتين يدير لها. وهاي يلا ايش اسوي، حظي حظي حظي. بس اقول لك انا انقهرت عليك والله، قل لي استاذ صار لك يومين المعرض بس انت شايله، ما عندك شيء نوظف وياك، هاي كم عامل خطايا نكسب بيهم اجر والله. ثواب. بلكت اخوي دا تريدي يجيب اجيب اجيب ابهاي ما ويمك. يخالف سهل، انا حاجي لك يا باكر ان شاء الله يجيني. اي حاجي حاجي اي حاجي تدلل حاجي. سهل الهاي لوك استاذي، ما سويت الهاي يكون لوكس؟ خاطرك الا طيب. عشت عشت اي عشت استاذي اي كلهن نظفتهن والله ومسحتهن. هذا هو والله، خلينا نشوفها. وانا تدري اهم شيء عندنا النظافه، اهم شيء. تدلل استاذي ما ديتك يكون خاطرك الا طيب ديتك حبيبي. ديتك هذا الشهر 500 دولار زياده مني. رحم الله والديك والله استاذي، والله كلك خير وبركه، الله كلك خير يسلمك. وبركه. ابو شباروف هلا 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 بهنود، هلا لك شلونك لك عيني؟ تضيع شاش، تضيع مع شاشة العمال مع المعرض. اللي يقول اعوذ رب الله الفلك. يرزقك الله حبيبي يا يسلمك فلان. الله يسلمك. شلونك شلك عيش، قلبي اخبارك؟ وين ما شلك وين زين يا با، والله. صار لنا يومين اسمعني بالمعرض، لا باركت لنا لا شيء ماكو. والله شاكن تبربيل وهسه سمعت بيك وجيت قبل الله عليك. الله يساعدك الله يساعدك. شكو ماكو، شو اخبارك؟ والله سل عليك على الخير وعلى الله البركه. يسلمك، خير لصيبه خير لصيبه اخوي. شلون المعرض؟ الولد بالباب جايب لك طلي. اي والله هديه. طلعتهن شويه، طلعتهن الله يسلمك مثل الله ما يسلمك. انت طلعتهن. ويلي لا هذا هديه، هديه من ابو كامل ابو شوارب. عيني ولو تو سواك مفتح رجل السياره الاخو. اي خادم استنقي. اي والله استنقي، هاي السيارات كلها لا مالك. لا استنقي ولا شيء. شنو لا؟ من الاخير هاي وحده بالباب عجبتني برا. يا هي تعال 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 حبيبي تايجر، تعال تونا شوي، شم هوا بارد. تدلل استاذي تدلل، شم لك هوا بارد برا هنا، شو حار صار. تدلل استاذي، هاي لازم نسوي هالمنظومه والتبريد، لازم ضروري. اجى الصيف بعد. تدلل استاذي، اهم شيء ما يكون خاطرك الا طيب. والله انت طيب، هاك هاي 1000 دولار لخ هاي شهر هماتي. تدلل رحم الله والديك 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 والديك، عندي غيركم. ويلي رحم الله والديك. انتوا هذا المعرض هذا اعتبروه مالتكم، وانتم مو عمالنا، انتم اهل المعرض. ما طول خيرك مكفيني هذا، واحنا ما نريد شيء ثاني من الحياه. خلينا نشوف شو يريد مهند. تعال تعال اريد هاي. بس انت ما جيت الا على هاي محجوزه. هاي شنو محجوزه ابو شوارب؟ انا مهند والله محجوزه مهند، ادري على راسي، بس تدري انا كلمتي ويا الزبون يعني عندك علم. يعني شلون ادق المعرض هم ما عندي مشكله. ويلي يا شو اتذكر ايام الثمانينات والدقات وال ويلي ايش قد دقيت التعالم راح نرجعها عليك. ويلي والله النودي ما تغلى عليك، بس هي شنو يعني متكاتبين عليها ومبيوعات السياره. والله عجبتني ما اقدر. والحسين ايوه وصيدك وحده اسبوع توصل. هاي 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 نفسها، اخذها اخذها نفسها والله وصيك اياها. اي الوصيه تعطيها للولد وتعطينا هاي هسه. لا مو جاي عليها الولد والله، باع حتى كان تاجر ده يسوي بيها تاجر. ركبت مالت هالطاسات والهاي مو كامله كامله هاي استاذي فل تصليح. حجي كمل بيها، اروح بيها، اريد اروح بيها على جسر الجادريه وتفحيط. وهاي وين اجى الولد عليها؟ اجى الولد وين رايح يعني شلون؟ شنو تاخذ لك وين؟ مو اجيب لك وحده والله، اجيب لك اغاثه. خلاص لا عاد خلنا ناخذ لي بيها فره بس اشوفها وحتى استلم ذيك. يلا ياخذ لك فره. يلا مرخصتكم انتظرك جو، بس لا تاخر مهند لان والله قال جاي عليها. لا لا بس اشوف شمرتها. اوكي حبيبي. اي تايجر عيني تعال حبيبي تعال. اقول لك امان اهم شيء الشخط طيب مال هاي السياره. تعال تعال منو؟ لا صديقي امان. يعني هذا هو حلو، هذا الولد اللي قاعد عليها. تعال هذا الشخط شوفه. استاذي هاي ما بيها شيء. لا مشخوطه جو، تبع النيكله مالتها مو طاني الف. قال لي بس سوي ليها وهاي. هذا ودلل شيك شيك شوف هذيك. تدلل هي هاي هذا اي سويها سويها، ترى هذا ابن نائب وهاي يعني احتمال يعيننا شو شنو. بلكت بلكت ايوه وعاني غير عيني ضيقه. مع افخم معرض عندي بالمدينه ودور تعيين ودور ماشي. يلا يلا جنب جنب. هاي الروز، هاي الروز شنو هاي؟ شبيه هاي الروز؟
يا استاذي هاي استاذي هاي بس التبريد مالتها شوي عاطل. تبريدها عاطل ياخذ ديالي ورايد 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 تايرات. اعطيها المحسن اعطيها المحسن ايش بيك؟ سهله سهله سنحلل هي احنا ناخذ منها محسن كلام. خبير بالتبريدات ترى والله بس بوخه لا تبريد يسوي لك ولا فشلنا ويا العالم مره ايش بيك بس القبط فالت مالتي قبط التبريد عارف. فالت اي ايش بيك ما شاء الله حطيناه ب 5000 دولار والله دباعه تعال شوفه تعال شوف شلون فقع مشوارب تعال. صاحبك مشوارب صاحبك يركض مشوارب مهند وين هذا مهند بسم الله الرحمن الرحيم ها مين طلعت معود هاي تعال السياره ما اخذوها من اخذ السياره ولدي اللي اطلب عليها فلوس وهي انا راعيها السياره باسمي اي ما الشقة مهند يجيبها معود ولد راح يجيها تقار بالحسين والقرانه اخذوها شبيك لا معود صدق تحكي والحسين اخذوها سياره بمليون وشويه وين اخذها والله خذها من عندي يقول اطلب عليها فلوس هاي شلون خذ السياره ورا قال لي اي واحد يجي من المعرض اي واحد هم يعرفوني من هو هو؟ يقول انا راعي اطلب عليها 50 ورقه هاي السياره هم اعطوني ومسوا عليها دعوه استاذي بس لا الفرحه ذول اللي جو والله العظيم خاف نفسهم ذول قال لك احنا اهل المعرض لو سياره قالوا احنا اهل المعرض اللي هاي السياره باسمنا ونطلب عليها فلوس وهي سياره تطلع من المعرض جاي نلزم لانه المعرض كله مطلوب هاي شلون بلا هاي شنو انت وش طاب التبيمه ما ادري ابو كامل والله هدالي المعرض ما تدري مو اول سياره صار ثالث سياره يجون عليه يقول يعني ما نطلبهم وما ادري شنو عمو. عمي حتى شيوخ وياهم هاي اول ما تطلع روح حج روح تروح مالك دخل روح النود لا شلون عمي عيب صير روح لا روح ما عليك والله روح هاي يا حبيبي والله روح يلا ثيم الله حبيب الله تعال تاجر تعال نخابر ابو كامل تعال يلا استاذ استاذي من البداية قلت لك انه انا ما مرتاح لي خاف لعبة من يمها لا 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 خوش ولد بس صحيح هم صحيح لا خابر ابو كامل وشوف شنو وجبه يلا ما كنت روح سوي لنا شاي روح خجي روح راسي صدع للاخر تدلل الله يسلمك الله يسلمك هذا ما خلى خابر ابو كامل يعني هذا مثل ما ورطني يحلها لازم يحلها وانا ابو كامل مين اتصل علي منه اوكي وكامل اول واحد عاش الله غير يرد رد 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 ابو كامل الو ابو كامل عيني اقول لك حجي دول الديانه هماتي اني جوا هسه خاورت على واحد عيني اي قال لي مكانهم وين وما ادري شنو راح اروح لهم راح احكي وياهم ما فاده خابرك يعني حضر وضعك هم وين قصدك وين هم هم بالبلاك ماركت قالوا لي ما ادري منو بهذا الطرف بذاك الطرف وين بالبلاك ماركت بس انت خليك على اتصال وياه انا راح اروح لهم اذا فاد وياهم التفاوض ابو شوارب ترى انا ما اشوف وراح اجيك ها داير هو انت هيك فول بس واقف لا تجي الا دق عليك يلا تجي ابو كامل اشوف يفيد وياهم يفيد ساعه ايش قد انت مخابرني بس دقيقه واقف الساعه 12 ونص الظهر ماكو شيء ليل والظهر ظهر ماكو شيء راح ارجع انام خلص امورك وخابر اوكي راح اروح لهم يلا ادعي لي يلا. خوي من هاي انا خابرك يومي هاي سوالفك الله يسلمك الله يخليك اهم شيء اعطيتك على اماني يلا عيني يلا يا الله نروح لهم حجي دول وين ضم الموبايل قالوا له انا بالبلاك ماركت يمهم هلا اروح اشوف فاد وياهم التفاوض فاض ما فاض يا الله مركبات فول حج يا الله نتوكل لهم اسوق تغاني يا الله يا كريم وخر لامبورغيني والنوبة صاحبها جاي وين ربع البلاك ماركت خلوا نروح لهم عمي نشوف شنو القضية لأن إذا نظل هيجي نطلع كسر بس يا خامطين سيارة يا مدري شنو نوب عبالهم أنا 56 اللي ياخذ مني سيارة تنباق برا وين من البلاك تعالوا حجي هذول البلاك ماركت نوب طيارات وما أدري شنو ها يا الله هذا مين نزل يا الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شلونكم عيني شلون الصح؟
الله يخليك حبيبي. يا بتو راح تظلوني كل سيارة تروح تبوقوها صدق كذب. حبيبي الغالي ذكرتني لو بعدك. منو ما اتذكرك طبعا ما وين اعرفك انا حتى اتذكرك. تذكر بيوم اللي اشتريت المعرض ورميت عليه قلت لي وين شو تسوي شو تسوي تسوي اي يعني والله سوى هاي السوايه يعني اي سياره تطلع من المعرض تبوقها. اي حبيبي قلت لك اضربه فلوس قلت لي ما انطيه قلت لك تظرني ايش راح اسوي لك. ايوه هسه شو السياره سباعيه يا تعال اقعد يمي قول لي واحده اثنين ثلاثه كيت وكيت وكيت رميت عليه انت وابو كامل نسيت كلها ببارك خالها على شلون اذكرك بيها هاي السياره ما نطيها. هسه شوف منو كبير مقاركم هنا أنا. شوف احنا هاي السياره ما نطيها بس قول لي هنا منو اكو واحد غير افتهم منه والدك اخوك ايه موجود كبير موجود منو بس راح اجيب لك الكبير مالتنا منو الكبير وين الكبير وين الكبير تفضل عزيزي شلونك عيني شلون صح وش يرجع لي اوقف يم سيارتك عزيزي ارجع يم سواك سوالف هاي اللوك تعال رجعنا يم السياره تفضل عزيزي مطلوب شلونك عيني أهلا وسهلا. انت فاهم الموضوع لو ما فاهم الموضوع انا معرض اشتريته لا ادري بيه مطلوب ولا ادري بيها انا دفعت فلوسي كلها كاش هذا شيء يخصك عزيزي احنا بالمعرض القديم نطلب فلوس اخذنا سيارة انت المفروض تتحرى عن المعرض وتشوف شنو بيه ما بيه وش بيه نقوصات وشنو مديون وهالامور يلا تروح تطبع المعرض تجي تطب هيك كفت طب هيك كفت زين وش الحل فلوسك وتظل مديون والحل ماكو اي حل عزيزي هسه يعني شنو السياره ما ترجعوها ما ترجع اي سياره تريد تاخذها تاخذها بالدم وكل سياره راح تطلع من المعرض منا ورايح اي سياره هم تطلع من المعرض هم تاخذوها تنباق 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 حلو حلو هذا اخر كلام هذا اخر كلام ماكو تفاوض بالموضوع اي تفاوض ماكو واحنا من محبين اللامبورجيني اساسا بتشوف ذني طابقين احنا تتهنى بها ممنون شكرا جزيلا ممنون دير بالك بعد تطلع سياره من المعرض يلا هاي يصير خير انا بقاهم اذا احكي عن طبل اطلع حج اطلع وين ابو كامل عيني وين ابو كامل يلا يا معود درد يا اخوي رجع نام رجع نام بس لا رجع نام الو ابو كامل هلا حبيبي وشلون شلون اقول لك طبيت لهم اي يقول لي عسى ما دم ما اعطيها لا السيارات ولا واي سياره تطلع من المعرض ابوك هذا منو هذا يا هو بده يتشفص ما ادري هم جماعه بلاك ماركت شنو واجباتهم شنو صار ثاني يمك خمس دقائق ابو شوار باني يمك صحيت هسه صح صح ثاني والله مو تدري انا شنو قاهرني شنو انت اخوي الكبير ورطتني بهذا المعرض والديانة بالباب تنتظرني يا عيب تلعب ابو شوارب انا جايك جايك خمس دقائق راح احلها يعني اطبق لي قدام اطبق لي قدام لي قدام راح اجمز انا من نفسي راح اخابر الطياره همين خلي تجي ويانا طياره ماتين هذا ما انت حلها يمك بعد ابو كامل انا تعبت يلا ماشي يلا خلينا نتوكل يلا دير بالك على نفسك على المواصل اوكي حبيبي يلا انا والله العظيم تورطت انا اقعد ارمون جوا ما ادري شنو خل انزل انا اضبط وضعي لان دول سالفتهم مو خطره لا فول اوبشن وين هالبطله تعاي عيني تعاي تعاي عاش الشيشانيه على العالم اصعد ابو شوارب انتظر ابو كامل على ما يجي والله هنا خوش جملات جمال وهاي حلو ما حتى طيارات عندهم الجو حارقي وانا ابو كامل مين راح يجي الا طق لي غضروف على ما يجي يا الله يا الله صوت طياره صوت طياره طيارتنا هلا ابو كامل والنعم والنعم حياك 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 وين ابو كامل وين اخي حبوي صوتك ما منو هذا يقول لك اني ما رجعت السياره منو ما ادري يقول القائد مالتهم حكيت انا ويا واحد أيه. قال لي تعال شوي القائد مالتنا يا أيه. بحكيت ويا القائد مالتهم القائد مالتهم أيه. بعد انقس منهم يقول منو لي ايش تريد تسوي سوي ما ادري هو قائد مال بلاك ماركت والله ما ادري يقول لي ما ايش تريد تسوي سوي انا اي سياره تطلع
اي سياره تطلع نفلش اهلي. يقول لي ها حتى هذا انت مو اخذت اجازه مو رحت مالك علاقه هذول الشلامي بطل هذا دير بالك لا طير لا تعوف في الطياره تمام خليك بالطياره عيني اي شيء يصير ارمي من فوق هذول هم عندهم طياره صح عندهم طيارات لا اي والله ورطتنا والله ورطتنا وانت ورطتني بالمعرضان شو قلت لك اخذ السياره واحده ونطلع من المعرض بس انت خليتني اشتري المعرض وابتلي مع هذول والله شو السبب وذاك طيارات وذاك دبابات هسه يا اخي ما حاسبين حسابنا يا معود لو مالي هسه اجيب مدرعات يلا خليهم حرك خلينا نروح تعال خلينا نروح ابو كامل خوي خوي اخوي بشاربك بعد وبشارب الولد ما عليه يلا قول يا ابو شارب طب قبلكم يلا قبل طب طب قبلنا يلا استاذي يا كان استاذي تعال اصعد تعال مدرعها للسياره ضد الرصاص هذا وعشيدك هلا هلا بالزلم لا خلي يروحون روحوا زلم انتوا ابطال روحوا طبوا وحوش روح 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 خذ روح روح انتوا ابطال روح الله روح علي وياك روح روح بطل طبوا الزلم هلا هلا حيو الزلم ابو شوارب هذا ابو كامل اه حيو الزلم هلا 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 استرى الله ضربته يلا بيخال يا الله وين وين الرئيس مالهم وين الرئيس مالهم وين رئيسكم وين هذا رئيسهم هذا السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله شنو يابا انت تسوي استعراض هنا شكو ايش عندك سياره مال العالم رجعوها شنو هي سايبه ترجع غصبا عنك تمام ايه. سيارة ما ترجع غصبا عنك يرجع السيارة تمام اقول لك ماكو غصب ولا سيارة الله وكيلك هسه هنا هذا المقر هيك كسروا على راسك انت وطياراتك شوف الجنرات هاي احكي احكي للدبة امي لا تحكي ابو كامل تفتمد ايه ايه هاي الدبة هاي عندها شكالة ابو كامل حجي هسه طلقة براسه وهي الموضوع يا معود حرامات تخسر طلقة يا معود حرامات هذا هسه بشلاقه وقع بالقاع بشلاقه وقع ايه كفو ابو كامل كراتيه ايه مليان كراتيه ايه ايه والنعم جرب لك لامبورجيني اليوم يرجع اقسم بالله عم تيست شنو هذا؟ اقلبه نجف هنا ايش بيك؟ ثواني خليني اجرب لك تيست جربوا لنا تيست والله لا تخليني هسه اطشر راسك والله الكل ترمي بالهواء طلقتين ثلاثه وتودوا هاي شنو هذا؟ خطواتكم هاي؟ هذا حكي في ايدك هذا حكي في ايدك هذا ما تخوفني لاقك نزل نزل ايش لاقك لسه انا خاف من القنر انا ما يخوف كلبي والنعم اي مي اي مي يفجر المقر بينا ابو كامل هو اصلا انت مفجور بلا ما تفجر نفسك عزيزي السياره تبدو تاخذوها بس الدم يخليكم تاخذوها احكوا يا احكوا يا ابو كامل بين ما تفقد السياره لا تطول ولا تعرض ارجع شنو ارجع من اللامبورجيني مال العالم لا اسويك لامبورجيني والله والله شوف اقول لك ابو كامل اقف وقف مشوارب مال اللامبورجيني عين حتى حتى هالنودي جيت نهجم شلون اعوفك انا اوقف نشوف ابو كامل شوف راي ابو كامل شو يسوي اسحب جماعتك واطلع من هنا لا تخوفني لا بقاذفه ولا بغير قاذفه موقف لك اقسم بالله افجر راسك هسه هنا اذا اللامبورجيني ما يرجع انا كامل خوي كامل حبيبي تعال هم مرخصتك مرخصتك تمام يرباكم علي هذا تعال تعال ابو كامل اقول لك هذا الحكي ما يفيد وياه راح نقول له هاي طالعين واخذ السياره من برا نقتحم شو تقول نشتغلهم شغل مخيف شو تقول يلا مثل ما تريد ابو شوارب وياك للموت بديتك انا يلا 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 هاي بالخير 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 السياره بالخير اللامبورجيني مبارك عليك اللامبورجيني مبارك عليك مبارك يا يلا يا سمارت الاخ لا تعوج لسانك لا اشحطك والله يلا 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 ما يخاف يلا يلا تعال يلا شباب تعال تعال اصعد اصعد استادي استادي راح نطبلهم استادي يا الله يا الله والله شحدني عندك النوبه بيمن عندك ويا ابو كامل تعال حجي تعال دولة ما يفيد وياهم الحج ما جابت الأم ما يفيد وياهم الحج حلو ابو كامل حلو حلو بلش 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 اصلخ اصلخ وين وين هذا لك هي مال بومبكشن هي حيو الزلم طلع لي هاي البومبونية اهم شي البومبونية
اهم شيء البامبونيه. فجروا. شدها شدها اخوي شدها انت بطل. وين وين سلاحي؟ سلاحي وين سلاحي؟ هم وحده بامبونيه بعد. وين سلاحي؟ وين سلاحي؟ حيو هل وحش الوحوش حتى اللامبرجيني مريدها. لوك 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 انضربت انشخطت والله. وحش ابو الطيار وحش. ربش هو ربش ربش. الله 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 الله. بكامل ترى بكامل ترى صوبت انت صوبت والله برجلك دير بالك. ما يخاف ما يخاف ما يخاف فجوة فجوة. الله 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 الله. مع السيارات ذني كلهم ماخذين مني. ايش احسن لكم؟ ابو كامل صوب ابو ويلي احرقه لل صوب ابو كامل صوب ابو كامل صوب صوب خلصوا هم خلصوا ويل ابو كامل. ساعدني ساعدني بالطياره مجروح بالطياره 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 مجال بس طي مجال واخره من يمه بس واخره من يمه واخره من يمه بس واخره من يمه. ايه يلا شيلني يلا 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 طيار مستشفى بسرعة 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 مستشفى. يلا يلا اصعد اصعد روح روح طير طير. ابو كامل الصواب لا يا الله ابو كامل ضل ضل احكي ضل يغمى عليك ضل احكي لا يغمى عليك ضل احكي لك جاني غدرة هذا ويلي متعيني عليك خويا بيه ولا بيك خويا انتصرنا انتصرنا خويا اهم شيء انتصرنا. وصلني وصلني المستشفى بسرعة بسرعة المستشفى بسرعة طيار. اقول لك شو ايدي طالع من الطيارة شكو شنو؟ لا رجلك ذا تتشمس. يلا اخوي الحمد لله على السلامة الحمد لله على السلامة. راح اموت ابو شوارع. لا لا اخوي لا عمرك طويل باكر بيجي وقت انا راح افلش المقر على راسي. يا خلاص كنت انام ترى كلهم كنت انام. صادرناه حتى اللي راح نصادره والله كفو صادرناه حتى هذا راح نصادره بعد. الحمد لله الحمد لله على السلامه. شباب كلكم ما بيكم شيء شباب ما بينا شيء ما بينا شيء انا بس شويه مجروح ويلي دبنا دبنا من المستشفى اخوي نزلنا نزلنا وصلنا 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 اخوي وصلنا وصلنا الحمد لله الحمد لله وصلنا وصلنا دبنا 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 يا الله يا الله يا الله يا الله. ايش يا ابو كامل زدني زدني بالقعده اوقف اوقف خلينا نشوف لنا دكتور خلينا نشوف لنا دكتور بس قوم بس قوم ويلي دكتور شوف لنا دكتور بسرعه تدلل استاذ راح اشوف لك اياه تعال شوف لنا دكتور بس نزلني ما نزلك غير ذبك يم الدكتور. وين الدكتور؟ وين مفوتني على المصعد ابو شوارب؟ وين خلينا نشوف الدكتور وين اصبر نزلني 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 وشيني على كتفك والله ويلي ما اقدر اخاف هذا النزيف مو شاد نزلني نزيف. لا لا نزلني بس نزلني نزلني خليني ويلي خليني خل اضم سلاحي شيني 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 خليني اضم سلاحي والله الله تعال حج تعال يا الله شرقية قناة عاجل شكو شنو هاي شكو هاي الدكتور وين الدكتور؟ الدكتور وين؟ احنا كتلنا البلاك كله كتلناهم كلهم لك الدكتور وين؟ رقم سبعة؟ معود هاي؟ نايش بيك معود؟ هاي 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 دكتور وين الدكتور؟ وين؟ هذا غرفة لك مالي يم مكاني مو شوية مرتبك مرتبك نا 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 وين؟ بس نايم على السدية نايم على السدية؟ هسه يجي الدكتور اي هسه يجي الدكتور يا الله نام 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 عيني نام نام هاي شوية حلاوة روح نام نام مد اقول لكم دكتور وين امشي 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 دكتور وين دكتور يا معود وينك وين الدكتور ويلي اهجمها للمستشفى اذا ما طاب ابو كامل وين ابو كامل خويا
هو يا ابو كامل ويا قاعد قاعد ها شنو شو قاعد انت ابو كامل ايش اسوي دخلت دخلت الحمد لله على السلامه الحمد لله على السلامه الله يسلمك ما بيك شيء ما بيك شيء وين دكتور وين دكتور لا لا طلع شيء جيبوا لنا الدكتور وامشي امشي جيبوا لنا الدكتور مو مجروح بس دوخه 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 تقعد يعني ما تمدد لا لا عادي عادي يلا الحمد لله على السلامه شو وين الدكتور الدكتور وين الدكتور اذا ماكو دكتور دق المستشفى لك شو تدق المستشفى اريد ابو كامل يعيش والله اذا ماكو خل ادخل الجقارة ابو شوارب شو ابو كامل قام يستعرض عمي ما بيك شيء لات تعال امشي الدكتور امشوا امشوا امشي عمي اذا ما كنا نحرق المستشفى اليوم امشي وينه ما شفتنا وينه ما يقول لي وينه وينه ابو كامل اخوي شو وقفت ايش بيك ابو شوارب والله ما بي شيء ترى سويت مقلب بدي اشوف خوفك ايش قد علي اوه لا لا ابو كامل اذيتني والله اذا ما سوي هذا الشيء عشان ما تنسحبون ويلي يصير بيه جرحه وقتله امشي 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 والله هذا البال عليك امشي شنو الاخبار طالع شنو ذا تبغى ويلي شنو هاي الاخبار ما ادري اي استمرار التحقيق مع ميماتي امشي يلا امشي خلينا نشوف هنا شكو تعال ابو شوارب وين شكو هنا صديقي دكتور وين مو موجود دكتور مو موجود هاي جديده المستشفى بعدها عيني ما متحضره واحنا جينا يا الله امشي امشي بس شلون ايش تسوي يا ابو كامل لو مفجر روحي عشان صار مو غير اخاف عليك انسحبنا يا والله العظيم ريت افجر روحي عليهم انا ترى اي ايوه بس الحمد لله ما بيك شيء الحمد لله خليني اجيب لي بطل ماي منها من برا امشي امشي تعال الله صوته صواريخ هاي انفجارات تصير عادي مفخخات مفخخات خليني اشرب الماء خليني امشي بيمي ماتي تمام مستشفى عربي تو عمي العلم امشي 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 يلا شباب هذا ابو كامل ملك الدمبلكسينيات السيرفراتيه العربي تويه كله طحين يلا امشي 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 دفعتوا الحساب مال المستشفى؟ ما ودت مقلب كل شيء ما بيك طيت شو طيت؟ هو سوى انه هم مال مي وين هذا الدكتور هسه يلا اجى الدكتور؟ هاي دكتور يا دكتور هاي يلا هاي خلي حليناه هاي روح نام كمل نومتك امشي امشي اقول لك دكتور يعني لو ميت لو ميت اي لو ميت اي كتله لو ميت الله وخر خلينا نتفى واحد لو ميت انا الله اعذرنا ابو كامل دكتور اي هاي هاي عوفه يلا امشي امشي اي امشي يلا امشي امشي لا طلع قهري بي وقف عوفه خطي عوف يلا امشي دكتور لو ميت ثاني لو ميت والله هم ذول الدكاتره كنت الله انا شعل حالي امشي يلا كم مره اموت امشي الدكاتره يطيبون بالعالم ما يطيبون ينكتلون امشي يما الدكتورة هاي وين كانت الدكتورة؟ هلا دكتورة لا خطية شعلية لا انثى هاي انثى امشي 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 يلا امشي 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 الانثى امشي صايغنا تعال تركب روح انتوا هاي روح انا راح اخذ سيارتي من هذا ابو الرانج هذا ابو الرانج والله ما هاي سيارتي الرانج والله ابد والله ابد والله هاي سيارتي الرانج والله تصعد انا راح اصعد هنا ويلي يلا في وين رايح عيني؟ وين رجعي المستشفى رجعي يلا الحمد لله والشكر الحمد لله هاي الخوة ابو كامل